هؤلاء الإخوة والأخوات، عندما نتناقش في هذا الموضوع يذكروننا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلب للب الرجل من إحداكن. قال شوفوا 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 النبي شو قال عن المرأة: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلب للب الرجل من إحداكن. نعم، وكم رأينا نساء يقولن ويقعدن بهذا الموضوع، ورجال، ولا سيما الذين يبحثون عن ثغرات، فإن لم يجدوا ثغرات اختلقوا الثغرات. نعم، عندما يجدون هذا الحديث يرقصون أنهم قد عثروا على شيء. لا والله لم يعثروا إلا على ما يزيدنا يقينا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الوقت على ما يبدو صار ضيق معنا، بس من هيك كلمتين. أولا، نساهي مو جواب، النبي قال هذا الكلام بأي معرض؟ بمعرض التعجب من تأثير المرأة، ولا بمعرض السب وشتم لها؟ تأملوا، حكاها بمعرض التعجب من مكانة المرأة وتأثيرها على الرجال. واضح كيف؟ شوفوا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلب للب الرجل من إحداكم. يوضع حريشكم واحدة منكم رغم أنها عاطفية وكذا وكذا إلى آخره، لك تستلبوا الرجل، تخلوه جيش بكامل يلحقكم. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو ما عم يعني يقلل من قيمتهم، هذا كلام كثيرا ما يقال. طيب، وهل فعلا يقال عن المرأة أنها ناقصة عقل؟ نعم، هكذا درسنا عندما درسنا علم النفس. نعم، في كتب أجنبية عندما يقارنون بين الرجل والمرأة يقولون: المرأة أشد عاطفة من الرجل، والرجل أقل عاطفة من المرأة. نعم، ولا تكون المرأة أشد عاطفة من الرجل إلا على حساب تفكيرها. وتم تكون المرأة عاطفية جدا جدا بيكون على حساب إيش؟ تفكيرها. وتم بيكون الرجل عقلاني جدا جدا، شو بيكون؟ على حساب عاطفته. فالمسألة هيك، وهذا شيء درسناه. ما في واحد من أساتذة علم النفس ينكر هذا الذي أقوله لكم. نعم، لكن هل هذا يعني يلحق مسبة أو عار أو نقيصة بالمرأة؟ أبدا. تصوروا لو أن المرأة كانت أقل عاطفة مما هي، لكن أكثر عقلانية، بالفلسفة بتفهم وبالأشياء العميقة تسابق الرجل، أما عاطفة ضعيفة، والله ما حدا بيقرب عليها ولا يسعد بها رجل إطلاقا بشكل من الأشكال. مظبوط ولا لا؟ لك ربي عز وجل حكيم، الرجل بحاجة لعاطفة، عاطفته قليلة، بحاجة مين يعني يكمل النقص يلي عنده. قال له ربي: هي المرأة تساكنها وتساكنك، تتمم نقصك بها وتتمم نقصها بك. الكلام هذا بدنا نشرحه بشكل مفصل إن شاء الله علمي في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.